السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، عواش مبروكه بالصحه والسلامه وشي رزيق، وباش ما تمنيتو مع وليداتكم. اليوم جيت نشارك معكم السلو ديالي. بسم الله، عندي 2 كيلو ديال الجنجلان ونص كيلو كنخلي حبوب. المهم انا صورت معكم، غسلته ونقيته. كنزيدو 2 كيلو ديال الكاوكاو، حمرته بقشورو، القشور ديالو عندي. 2 كيلو ديال الطحين حمرة، وكنغربلو. راه كنغربلو قبل لا كنحرقو، وكنغربلو ملي كنحرقو. هانتوما البنات، عندي نص كيلو ديال اللوز. راه سمحولي مشاولي تصاور. نص كيلو ديال اللوز طحناه، تمام، محمره. هانتوما عندي السكر كلاصي، ومشاو لي تصاور ديال المقادير اللي كنت غنعطيكم ديال القرفه. كندير القرفه 2 معالق، وكنزيد 2 معالق ديال حبات حلاوه، وجوج معالق ديال النافع بلدي، عندنا شويه الكوزه كنحكها. سمحوا لي مشاو لي التصوير مشى علينا، ضاعوا لي. عندي 4 ديال الزبده، 4 الزبده كنخليه يطبخ مزيان على البوبو. كطبخ البنات مزيان حتى كتحيد ديك الرغوه ديالها، وكنخليها تبرد. كتحسوا بها كتحمرات. والزيت طفيت الحال، الزيت ضروري كنخليه حتى كيغلي هو الاول، وكنخليه نحطو يبرد. ودابا نبداو معكم نخلطو. كنخلطو بشويه بشويه حيت الزيت باقى شي شويه سخون. والمسكه الحره البنات راه ضاعوا لي التصاور، داكشي علاش ما قدمتش معاكم. والقرفه 2 معالق. ها نتوما البنات، بشويه بشويه كنحركو بشويه بشويه، حيت هادشي بارد وهداك هادشي سخون. عفوا، دابا غنبداو ان شاء الله بيدينا. نتمنى من الله تكون على قلبكم خفيفه، نتمنى من الله تشجعوني. وشكرا على التعليق ديالكم الزوينه، وشكرا للبنات اللي كيشجعوني واللي واقفين معايا، شكرا لكم بزاف. شكرا على التعليق ديالكم الزوينه، وخليو لي التعليق زوينه، وخليو لي الابونيات وشجعوني. الله يسهل عليكم ويعطيكم ما تمنيتو يا ربي. هانتوما كنخلطو بشويه بشويه، خلطو البنات بشويه بشويه. راه مازال الطحين من التحت، باش كنزيدو بشويه بشويه باش ما نفوتوش بالزيت وما نفوتوش. ما درتلوش البنات العسل، كل واحد شنو كاين اللي كيدير العسل، كاين اللي ما يديرلوش العسل. انا ما درتلوش. ماما ماما، هانتوما البنات، بغيت نديرلو العسل على حسب الحلاوه. صافي، قلت ندير له السكر. بركه،
وجاية البنات غزال، تمنيت نشارك معكم في اللغز على مكتب شاء الله. هذا الكتاب زيدوا له شوية الزيت، ثم البنات عينيكم نشارك معكم مسافرة. تبارك الله كل وحدة كتعرف تبارك الله الشغال. شجعوني الله يجازيكم بخير، وخليولي ابوني تعليق فضلا وليس امرا. وبارطاجيو لي الفيديو الله يسهل عليكم في هاد العواشر. هانتوما البنات عليكم ميزانكم شويه بشويه باش ما تفوتوش في الزيت، باش انا دايره له الرابعه ديال الزبده، ربعه الزبده ديال السنطره. وكيجي البنات غزال هانتوما. دابا غندخلو المعقول، غنعطيه مزيان دلك هانتوما، واخا هذا راه مازال طحين من التحت. هاد لك من الفوق راه مازال طحين من التحت، عاد ان شاء الله نقلب كل شيء. مشاو لي تصاور البنات، المهم عطيتكم المقادير هما هذوك، وليني مشاو لي التصاورات هانتوما. كنعكو بشويه بشويه وجاي البنات غزال. هانتوما اخوتي نقلبه بشويه بشويه. ها هو وجد دابا بالصحه والراحه، ما تنساونيش بارطاجيو ولايكات وشكرا ليكم.